سعدت كثيرا بهذه السانحة الطيبة التي أتاحت للمرأة المشاركة الفاعلة في هذه المؤسسة، تشارك في التبليغ، وهي مهمة لا تقتصر على أخيها الرجل. مهمة التبليغ في ديننا الحنيف مهمة يعني عامة، الخطاب التكليفي بشكل عام يتوجه إلى الجنسين، إلى الرجل وإلى المرأة، وهي مكلفة كما هو مكلف بأن تبلغ دين الله تعالى لعباد الله. ولأن المرأة قد تكون أقدر من أخيها الرجل في بعض المسائل الفروعية وفي بعض الجوانب المتعلقة بالأسرة وبعلاقة المرأة بأسرتها وبمجتمعها وبغير ذلك، لا بد أن تشارك في صياغة هذه الخطوط العامة العريضة. لذلك أشكر هذه السانحة كثيرا لهذه المؤسسة الطيبة، ونسعد بهذا اللقاء الطيب المبارك، ونرجو أن تتكلل هذه الجهود بنجاح، وأن نعود مرة أخرى لمواصلة هذه المسيرة المظفرة بإذن الله تعالى وبتوفيقه. تابعونا على موقع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة وعلى شبكاتها الاجتماعية.